السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اتوقع كلكم سمعتوا عن الميزه الجديده اللي وصلت امس، تطبيق سناب شات وتحديدا للحسابات الموثقه. صار تقدر انت كمتابع لاي حساب من الحسابات الموثقه تعرف عدد المشتركين في هذا الحساب. كمثال حسابي انا، لو ضغط ضغطه مطوله ضغطت على عرض الملف التعريفي راح يبين لك في الاعلى عدد المشتركين عندي في منصة سناب شات. طبعا الميزة هذه وصلت حاليا فقط للحسابات الموثقة بالنجمة الصفراء. والشيء الثاني انك تقدر انت كصاحب الحساب الموثق انك تخفي عدد المشتركين عن طريق الاعدادات الخاصة بحسابك في سناب شات. فلو حبيت تخفيها تدخل الاعدادات الخاصة في سناب شات، وبعدها تدخل على اعدادات الملف التعريفي العام، تدخل على تعديل الملف التعريفي، وبالاسفل راح تلقى عندك خيار عدد او عرض عدد المشتركين. لو قفلت الخيار هذا خلاص ما راح يطلع لمتابعينك كم عدد مشتركينك. لو فعلته راح يظهر لكل الناس عدد مشتركينك او عدد مشتركين قناتك في منصة سناب شات.